السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أحبتي من منصة قدرات للتدريب عن بعد. نواصل شرح ومراجعة أسئلة السنوات السابقة في الرخصة المهنية إنجليزي 1 للتسجيل في دورتنا فقط ب 229 ريال. يرجى زيارة الموقع، موقع المنصة هذا هو، أو التواصل مع الدعم الفني، هاي العناوين. طبعا إحنا زي ما أنتم شايفين بنشرح نماذج من أسئلة السنوات السابقة. شرحنا 8 نماذج وباقي عندنا نموذجين، هذا النموذج التاسع. طبعا بحط هذا أنا على اليوتيوب بإمكانكم، وأيضا بحط هذا هو الرابط، رابط الاختبار قبل ما تأخذ قبل ما تطلع على الإجابات. فأخذ الاختبار، شوف مستواك، بعدين تابعنا على شرح الأسئلة وسبب اختيار الإجابة الصحيحة. إذا إحنا في النموذج التاسع وهذا هو السؤال الأول. The following is not، لاحظ، the following is not one of the 21st century skills. طبعا لما دخل القرن 21 هم الناس المختصين قالوا إنه كل واحد في القرن 21 لازم يكون عنده مهارات القرن 21، سموها 21st century skills. فأنت بدك تتعرف على هذه المهارات. في واحدة من هاي مش من المهارات، يعني 3 من المهارات واحدة مش من المهارات. طب حتى أنا أعرف الإجابة لازم أعرف إيش هي المهارات. المهارات هي زي ما أنتم شايفين لخصناها في 4 C's، يعني 4 وكلها بتبدأ بالسي. أول شيء critical thinking، وهذا هو معناه، وهنا الكوميونيكيشن، هنا أيضا شرحنا إيش معناه، والثالث اللي هو collaboration اللي هو التعاون يعني، وهنا creativity الإبداع. إذا زي ما أنتم ملاحظين هنا بنتكلم عن مهارات القرن 21. لو أنت، خلينا نحطها هنا، أيوة هي نزلت. لو أنت لاحظت هنا في عندنا إذا عندنا هنا التقييم اللي هو assessment، هنا الإبداع، هنا التفكير الناقد، وهنا التعاون. لو لاحظت إنه collaboration موجودة، هذه لو لاحظت critical thinking موجودة، هاي أول واحدة اللي هو التفكير الناقد، creativity الإبداع موجودة، هاي إذا assessment مش موجود. إذا واحدة من هذه ليست من مهارات القرن 21 اللي هي assessment الجواب. طبعا في ناس عملوا الشكل هذا حلو اللي هي الفوسيز، فقال لك انت لازم تكون كريتيكال ثينكر، وشو يعني سولفينج بروبلمز، كوميونيكيتر، اندرستاندينج اند كوميونيكيتينج ايدياز، كولابوريتر يعني وركينج وذ اذرز، وكرييتر يعني برودوسينج هاي كواليتي ورك. يعني هنا فسر لك بشكل مختصر، هنا طبعا بشكل مفصل ايش معنات كل مهاره. إذا هيك تعرفنا على مهارات القرن 21، زي ما شفنا كلها بتبدأ بـ C. الآن ممكن أنزل الشكل بس عشان، أيوة هذه إذا المهارات وهذا هو الشكل. السؤال الثاني كان حول إحدى طرق التدريس اسمها Audio Lingual Approach. طبعا إحنا سبق وشرحنا هذا في أحد النماذج السابقة، ومنعيد انه اوديو، اول شيء اوديو يعني سماعي، ولينجوال يعني شفوي يعني سبيكينج. فمن الاسم هذا النهج في تدريس اللغة الثانية او اللغة الاجنبية يركز على مهارتين اللي هي listening اللي هي اوديو، وعلى اللينجوال اللي هي سبيكينج. فهنا بقول لك انه هذا الابروتش يركز، there is emphasis on vocabulary, grammar, pronunciation, writing. طبعا كونه بركز على سبيكينج اكيد بركز على pronunciation. إذا الإجابة الصحيحة اللي هي pronunciation. هاي بقول لك the audio lingual approach is a language teaching method that emphasizes oral. البعض يسميه oral، يعني oral هاي اللي هو lingual اللي هي speaking، و oral الثاني اللي هي audio. يعني هذا الاسم الثاني لهذه الطريقة، يعني اسمها audio lingual هي نفسها oral، يعني speaking and listening skills over reading and writing. يعني بعض الأولوية للسبيكينج والليسنينج على الريدينج والرايتينج. السؤال الثالث اللي هو توتال فيزيكال ريسبونس. طبعا سبق وحكينا
عنها، لأنه كان في سؤال ماذا تعني تي بي آر؟ تعني طبعا توتال فيزيكال ريسبونس. الآن في سؤال ثاني على نفس الطريقة هاي، بقول إنه بتتطلب أو تطلب من الطلاب إنهم يعملوا إيش؟ respond to commands, expect oral participation, communicate with the teacher, ولا use the target language only in class. طبعا تي بي آر هو سبق وشرحناه وقلنا إنه عبارة عن إعطاء commands. Instructors give commands to the students، يعني بعطوهم تعليمات أو أوامر وهم بنفذوها بحركة الجسم body actions. يعني بقول له زي ما سبق قلنا، بقول له put your hand on your head، فهو بدي أعرف إيش hand وشو head. روح حط إيده على رأسه، إذا حط إيده على عينه معناته ما فهم شو معنات hand وشو معنات head. فهي بتعتمد على إعطاء يعني أوامر للطلاب، والطلاب يستجيبوا، إذا بتطلب من الطلاب إنه يستجيبوا لتعليمات أو أوامر. هذا هو فكرة Total Physical Response. أجا مرة سؤال عليها إنه على أي يعني سكيل بتركز؟ طبعاً أكيد بتركز على Listening Skill، لأنه بيستمع، هو يستمع وينفذ. فهاي من يعني الطرق التدريس اللي بتركز على Listening Skill. الآن في عنا أيضا سؤالين حول إشي اسمه language functions، اللي هي وظائف اللغة. يعني إحنا بنستخدم اللغة لإيش؟ عشان يعني نعبر عن بعض الوظائف في مواقف معينة، في مواقف معينة، فهي بسموها language functions. خلينا نشوف المحادثة بين A و B. A بقول لبي my grandfather passed away this morning. شو يعني passed away؟ passed away طبعا هي euphemism، يعني بمعنى died، يعني زي ما نقول احنا عندنا انتقل الى رحمة الله تعالى، هم بيقولوا passed away يعني died، يعني هي passed away افضل من died في التعبير. يعني فهو ايه بيقول لبي انه جده انتقل الى رحمة الله هذا الصباح، يعني مات. فهنا بيش وقال له I am so sorry to hear that، يعني انا آسف إني أسمع لهذا الخبر. فهل هذا الآن جواب B؟ هاي السؤال عن What is the language function used by speaker B؟ B لما قال له I am sorry to hear that، هل كان يعني بتفاجأ أو بتعجب؟ هل كان بتعاطف؟ هل كان بوافق؟ أم كان عنده لا مبالاة indifference؟ يا هذا هو اللانجوج، هذول الأربعة اللي نسميهم language functions. فأي language function هنا عبر عنه ب هنا؟ طبعا هنا عبر عن sympathy، يعني التعاطف مع هذا الحدث. الآن 5 كمان تكلم عن language function في موقف آخر. What is the language function used by speaker B in the following situation؟ A بقول لبي I lost my mobile last night، قال له أنا فقدت موبايلي، قال له it's your fault، يعني هذا خطأك، هاي مشكلتك، يعني كأنه بقول له أنت يعني مهمل. فهل ال language function اللي قصد فيه B لما قال له it's your fault، هل قصده أنه عبر عن القلق، ولا عبر عن التعاطف معه، ولا عبر عن لومه يعني بلومه it's your fault، ولا عبر عن لا مبالاته؟ طبعا اكيد بلومه لما قال له هاي مشكلتك، هذا غلطك، تحمل مسؤولية سلوكك، فهو اذا بوجه له اللوم. فهذا النوع من language function اسمه blame. هيك نكون خلصنا هذا النموذج.